السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل تحليل لشخصية رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون. بس قبل ما أبدأ أعمل الفيديو أو أعمل التحليل، في نقطة بس مهمة جدا عايز أقولها. في ناس كتيرة جدا بتطلب مني تحليل لشخصيات لناس كتيرة، سواء رابر، مغنيين، فنانين، رؤساء جمهورية، أيا كان. بصوا، أنا بطبيعتي ما بعرفش أعمل حاجة لو أنا من جوايا حاسس إنها ممكن ما تفيدش المشاهد. هي دي طبيعتي، وعلى فكرة هي دي طبيعة الوجه المستطيل على فكرة. بغض النظر بقى دي حاجة كويسة ولا وحشة، أنا بس بعرفكوا طبيعتي عاملة إزاي. فلما حد بيطلب مني تحليل لشخصية عليها جدل بسبب حاجة معينة أنا مش عارف النقطة دي، فأنا بيبقى وجهة نظري طب أنا هحلل ليه؟ يعني ما هي القناة مليانة سمات عن الفراسة. بالمناسبة يعني لو أنت أول مرة تتفرج عليها برضو، أنا اسمي هادي جنيدي، أنا مدرب في علم الفراسة. علم الفراسة باختصار شديد هو تحليل شخصية البني آدم من شكل وشه. نرجع بقى لموضوعنا. فامبارح كان في واحدة بعتت لي ان احنا عايزين تحليل لشخصية ماكرون رئيس فرنسا، ولكن هي قالت لي بقى نقطتين مهمين علشان كده انا قررت اعمل الفيديو ده. ان هو متجوز واحدة ست عجوزة جدا، في حين ان هو سنه يعتبر صغير بالنسبة لها. والسبب التاني ان هو بيكره المسلمين. ماشي، بيكره المسلمين دي انا عارفها وعارف الجو بتاع الرسم والمشكلة اللي حصلت زمان، بس هنا بقى في سبب ان انا اقدر احلل واربط التحليل بالحاجتين دول. فلو اي حد عايز يطلب تحليل لشخصية معينة ياريت يقول لي سبب التحليل، هتلاقيني دوست على طول في تحليل الشخصية دي. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. النهاردة ان شاء الله هنحلل شخصية ماكرون، وهنشوف ايه الصفات اللي عنده اللي هي اصلا تؤهله انه يبقى رئيس جمهورية، وليه هو متجوز واحدة عجوزة في حين ان هو رئيس جمهورية اكيد مش محتاج لفلوسها مثلا ولا حاجة زي كده، وليه هو بيكره المسلمين، وهل ده ممكن ان هو يبان من سمات الوش ولا لا. بس طبعا قبل ما نبدا الفيديو يا ريت ما تنساش لايكاتك المتينة، وان انت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، ويلا بينا. طيب مبدئيا كده اول حاجه هنبص عليها في الوجه ده، او اول حاجه ظاهره قدامنا ان الوجه ده اصلا وجه دال. وبصوا كده نازل معايا ازاي، اهو وجه يعتبر اللي هو الوجه الدلو. الوجه الدلو من سماته الأساسية ان الشخص ده بتاع علم. فكرة ان هو يحب بنت او يبص لجسمها او يبص ان هي جميلة، الكلام العادي اللي اي راجل المفروض ان هو بيهتم بيه، الوجه ده ما بيفكرش بالطريقة دي. فبالتالي النقطة دي تكفيني ان انا اقدر اقول ان هو مش شرط يتجوز واحدة من سنه، ولكن ممكن هنا يكون اتجوز الست العجوزة دي لأسباب بقى تانية. تعالوا نشوف هل هو شخص نفعي ولا لا. طيب الأذن بتاعته باين جدا ان هي مطرطقة لبرة، فهنا يعتبر الشخص ده نفعي. فأكيد الست العجوزة اللي هو اتجوزها دي او الكبيرة في السن دي في هدف من جوازه منها، مش مجرد حب مثلا ولا حب. بس ممكن تكون هي ليها في العلم فهو حابب حاجة زي كده، ممكن تكون هي مثلا ليها قرايب كبار في الدولة او حاجة زي كده. المهم ان جوازته من الست دي ينفع جدا ان انا اقول عليها جوازة مصلحة بالسماتون دول بس. طيب النقطة التانية، احنا برضو اتفقنا ان انا يعني بسمة واحدة بس ما ينفعش احكم على البني ادم، محتاج تربيطة كذا سمة مع بعض. طيب لو بصيت على الشعر البني ده هتلاقيه شعر خفيف، واصلا اللون البني ده يدل على الحساسية الزيادة، والشعر بتاعه يصنف شعر ناعم، او يعني بمعنى ادق الشعرية هتلاقي سمكها خفيف شوية. فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عنده الحساسية عالية. ولما بتكلم على حساسية من الشعر يعني بتكلم في فكرة ان الشخص ده بيخاف من المستقبل او بيبص للمستقبل ازاي. فبالتالي الشخص ده بيخاف من المستقبل. معرفش برضو النظام في فرنسا عامل ازاي، لكن لو كانت الست اللي هو متجوزها ليها قرايب سياسيين زي ما قلت لكم او حاجة زي كده، وده ممكن يزود مثلا فترته الرئاسية او حاجة ليها علاقة بده، النوع ده من الاشخاص يعمل كده من غير ما يفكر. من الحاجات التانية اللي موجودة برضو فيه طبعا العين. احنا اتفقنا ان اي عين مش سودة الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه غدار، ولكن هي ما بتتحسبش كده الا بعد ما بكمل تحليل الوش. لكن انا ينفع ان انا اقول على الشخص ده ان عنده بلادة في المشاعر. يعني الشخص اللي عينيه سودة لما بيحب بيحب جدا، ولما بيكره بيكره جدا. وقلناها قبل كده، مش صفة المنافق اللي هو اذا خصم فجر، لا، يعني المشاعر عنده بسبب ان هي جياشة، فلما بيزعل بياخد على خاطره قوي. يعني عارف انا عينيا بني مش سودة. لو عينيا سودة
هقرا كومنت مثلا بيمدح فيا هفرح جدا واتنطط، هقرا كومنت بيشتم فيا هزعل جدا واللي هو وعيط يعني، فاهمين؟ انا عينيا بني، فهتلاقي الصفه الى حد ما متزنه. بس طبعا عشان انا وجه مستطيل، الكومنتات اللي هي بيبقى فيها غلط او كده دي طبعا بتحبطني جدا بصراحه يعني، بس ده وضع طبيعي. فانا ابتديت الى حد ما اتاقلم شويه على ده، بس انا بربط لكم السمات مع بعض عشان تبقوا فاهمين التحليل الشخصيه بيبقى عامل ازاي. طيب، من الحاجات برضو اللي مهمة في الشخصية اللي قدامنا، استنى بس نمسح الكلام ده كله، الحواجب هنا هتلاقيها قريبة جدا من العين. ده معناه ايه؟ معناه ان الشخص ده العشم عنده زيادة، يعني ممكن نعتبر ان هو عنده ثقة في قدراته، ممكن نعتبر ان هو من وجهة نظره اي حاجة هيطلبها من حد هيلبيها له بسهولة جدا. يصنف شخص ودود وعشري، او بمعنى اصح بيعرف يتعامل مع الناس كويس والناس بتحب ان هي تتعامل معاه، يعني عارف بيحسس الناس ان في صداقه كده وهو او في اخوه مثلا وهو بيتعامل معاهم. لكن برضو الوجه ده لو انا قسته من هنا، ده يعتبر شخص وجه مربع، هو خليط بين الوجهين على فكره، فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه تحليلي جدا. والعين هنا هتلاقي الجفن بتاع العين ده مستخبي في العين، فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عينيه تحليليه. اذا الشخص ده بكل المواصفات اللي انا قلت عليها، لما اضيف عليه ان هو شخص تحليلي، فهنا ينفع ان انا اقول عليه خالي من العواطف تماما. وطبعا لو بصينا على حتة الثقة، هتلاقي عرض الجبهة هنا مقارنة بطول الوش، ثقته في نفسه عالية جدا، عنده اصرار وتحدي، اي حاجة في دماغه عايز يعملها مفيش حد بيقدر يوقفه اطلاقا. وبيستخدم حتة الود والعشرية بتاعت الحاجب القريب دي في ان هو يقدر ياخد اللي هو عايزه من الناس، لانه بيعشم في ان اللي في دماغه هيقدر يحققه بسهولة. طيب، الشخصية دي برضو تصنف ان هو شخصية ظريفة. لو بصيت على الخطوط الاشعاعية اللي طالعة من العين، فالشخصية دي تعتبر شخصية كوميدية، بيعرف يهزر يعني مع الناس، وده بيخلي ان الناس اللي بيتعامل معاها بتحبه جدا. طيب، لو بصيت على الشفايف، انا هربط لكم كل حاجة دلوقتي، لو بصيت على الشفايف الفوقانية دي هتلاقيها يعني متوسطة شوية، فالشخص ده عنده صفة متزنة في حتة ان هو في بعض الحالات بيستخدم الايجاز في الكلام، وفي بعض الحالات بيتكلم وبيوصف ويسرد، يعني بيتكلم كتير في بعض الحالات، بيتكلم قليل في حالات تانية. انا اقدر اصنف ده ازاي؟ لما بيكون عايز حاجة من شخص في الحالة دي علشان ثقته في نفسه عالية بسبب عرض الجبهة، بيبقى عنده اصرار وتحدي، فمش هيسيب الشخص ده غير لما ياخد منه اللي هو عايزه، هي دي طبيعته، هي دي طريقته. لكن لما بيتكلم مع الاشخاص العاديين مش عايز منهم حاجة، الكلام هنا بيبقى ايجاز. بالنسبة للدقن بتاعته هتلاقيها مدورة، فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه بيتقبل كل الناس او بيتعامل مع الناس كلها. وعلى فكرة دي نقطة مهمة جدا للنجاح. الشخص اللي بتكون دقنه مستقيمة او اللي بتكون دقنه مثلثة بيكون مجادل او مشاكس، فده ما بيعرفش يتعامل مع الناس كلها. انت ما تعرفش النجاح هيجي لك ازاي لو انت مهتم بتحقيق طموح معين او عايز تنجح في حاجة معينة، ما تعرفش النجاح هيجي لك ازاي. يعني سبحان الله، كان فيديو انا عملته لتحليل شخصية بسبب مشكلة حصلت بين أستاذ أيمن الصلاحدار وبين مصطفى مشعل، سبحان الله بسبب الفيديو ده لقيت أستاذ أيمن بيكلمني وحصل المداخلة اللي احنا عملناها، هتلاقيها في الآية اللي فوق دي. وبسبب الفيديو ده الحمد لله من فضل الله قناة رفعت. انت فاهم الفكرة؟ فانت لازم تقبل كل الناس، ما تعرفش الفرصة هتجيلك ازاي. مش قصدي ان انت تبقى بتستغل الفرص، لا، انا ما كانش في دماغي على فكرة ان هيحصل كده، لكن دي نقطة من النقط المهمة اللي ممكن تكون سبب في نجاحك. فكرة ان انت تحكم على شخص من اول نظرة لو انت مالكش في علم الفراسة وتحليل الشخصيات، دي فكرة خاطئة تماما، الا لو كان وجهك بيضاوي. الوجه البيضاوي في الستات عنده الحاسة السادسة عالية جدا، وفي الرجالة الحدس برضو بيكون عالي، فدي قصة تاني. لكن لو وجهك غير الوجوه دي ما تحكمش على حد من اول نظرة، ممكن اصلا لون القميص ولا لون التيشيرت اللي يكون لابسه يخليك تحكم على الشخص ده انه هو وحش، فما ترضاش ان انت تتعامل معاه وتلاقي نفسك بعد كده ممكن ان انت تخسر فرصة كانت ممكن تجيلك او حاجة زي كده. طيب، ندخل بقى على النقطة المهمة، ليه هو بيكره المسلمين؟ بص يا صديق العزيز وصديقتي العزيزة، اي انف تلاقيها مسطحة بالمنظر ده، اعرف ان الشخص ده اهم حاجة عنده عيلته. والعيلة هنا مقصودش بها الام والاب والام والاخوات، لا، الكيان بتاعه. في انجلترا الاسلام هناك انتشر جدا، وبما ان الراجل دوت مش مسلم ايا كانت ديانته مش هتكلم فيها، فكرة ان الاسلام ممكن ينتشر في دولة زي دي اكيد هيضر الشخص ده او هيضر الكيان اللي معاه. احسبها بقى عيلته، احسبها الكيان الديني اللي هو بينتمي ليه ايا كان.
في الحالة دي النوعية دي من الأشخاص بتقاتل المعتقد الجديد أو الديانة الجديدة علشان ده ما يحصلش. وعلى فكرة مفيش صفة في البني آدم معناها ان الشخص ده بيكره الاسلام او بيكره الدين المسيحي او بيكره الدين اليهودي، لا، بس هي الانف لما تلاقيها مسطحة بالمنظر ده دايما تلاقي ان الشخص ده ينفع ان هو يهاجم دين، ينفع ان هو يهاجم معتقد ايا كانت بقى الفكرة. يعني مثلا لو الشخص ده مسلم وفي دولة اسلامية وحاصل نفس الوضع ده هتلاقيه بيهاجم الدين المسيحي بالمنظر ده، يعني انت فاهم الفكرة؟ هي النوعية دي بتكون كده. حتى اللي بيهتم بالماسونية والحاجات دي لما بيكون في اشخاص بيدخلوا مثلا في قناة معينة وبتلاقيهم بيهاجموا الدين معين او برضو معتقد معين لصالح الماسونية، طبعا مفيش حد بيطلع بيقول انا ماسوني يعني، بس في ناس معروفين كده يعني، هتلاقي برضو عنده العلامة اللي هي المناخير من هنا مسطحة، مش مدورة كده، لا مسطحة، عارف زي اللي هي الجبهة المسطحة. بس في الجبهة المسطحة الشخص ده بيكون تحليلي جدا في التفكير، ما بيعرفش يتعامل مع الناس والحاجات دي كلها. هتلاقي الفيديو ده في الاي اللي فوق دي قايل فيه معلومات مفصلة عن الجبهة التحليلية. اللي انا بتكلم عليه بقى انف تحليلية، والمنطقة دي هي تخص المشاعر، فالمشاعر عنده بتبقى تحليلية فبيحصل المنظر ده. ده كان تحليل بسيط لشخصية ماكرون، مش محتاج ان انا احلل اكتر من كده يعني، هو بس ايه الحتة او الحاجات المهمة اللي الناس محتاجها في التحليل هي دي اللي انا قلتها في الشخصية دي وبس. طبعا لو وصلت بقى لغاية هنا ياريت ما تنساش ان انت تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، وطبعا تفعل زرار الجرس عشان يوصل لك الفيديوهات اول باول، وتعرف تحليل شخصيات اي حد، وتتعلم كمان ازاي ان انت تحلل شخصية اي حد عشان تعرف تتعامل معاه صح وبس.